كاملين باش نديروا وقفه احتجاجيه على وفاه اكثر من 20 شخص في المستشفى. وبالنسبه للسلطات صدرات المنع، ولكن حنا ما طلبناش، ما درناش الاخبار ولا درنا باننا راه غنديروا وقفه احتجاجيه، لان الوقفه الاحتجاجيه لا تحتاج الى تصريح. اذا المكتب الجهوي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان قرر باش نديروا الوقفه، لان حقنا دستوري اللي ما يمكنش يمنعنا منه حتى شي واحد. اليوم وحنايا مازال في المقهى، مازال ما خرجناش، تحاصرنا داخل المقهى، وكان الهجوم علينا داخل المقهى لدرجه ان الممتلكات ديال المقهى كانت في خطر. دابا المقهى راه مسدوده، ما دارش الاشاره، ما دارش المنع، حنا مازال ما درناش الوقفه، تحاصرنا، تعنفنا، تضربنا بواحد الشكل وحشي. وهذا راه تيرجع بنا الى سنوات الجمر والرصاص، خصوصا وان المغرب باغي ينفتح، باغي يفتح واحد المرحله جديده. المغرب اليوم هو في المجلس ديال حقوق الانسان، ولهذا نحن ندين كل ادانه هذا السلوك، وبان الحريات حنا غنبقاو ندافعوا عليها كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان الى اخر رمق، لان هذه مهمتنا وهذه خدمتنا. وكانت كانوا الرفاق تعنفوا بزاف قبل ما نفتحوا اللافته، اللافته انا في يدي وكيجروها ليا، ها هي كيجروها، يعني مازال ما تفتحاتش، وهذا راه خارج اطار القانون. وهذه الفوضى اللي تتعيشها بني ملال راه زعما للاسف الشديد، عوض انهم يعتذروا للناس تيديروا مهرجانات، مهرجانات وتيخسروا على الفلوس، والسبيطار ها هو حالته كي دايره، ها هو السبيطار لا 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 ادويه، لا اكسجين، لا اسره، لا يعني الاهانه ديال المواطن. وحنا كجمعيه مغربيه لحقوق الانسان ما غاديش نسمحوا، وغنبقاو ندافعوا من اجل مغرب الكرامه والحريه والعداله والمساواه الاجتماعيه. وتحيه. هذا المستشفى تيقولوا عليه الناس ان الداخل مفقود والخارج مولود، يعني تتنعدم فيه كل وسائل العنايه ووسائل التطبيب والتداوي والعلاج شبه منعدمه. وهذا الشيء تيدخل في السياق السياسه ديال ضرب القطاع العام، راه تيفوتوا دابا في المدارس وفي الثانويات، وراهم كيفوتوا في المؤسسات في الوقت اللي كيفرخوا مصحات من واحد النوع جديد، وكيهيكلوا التعاضديات على مقاس الجديد في اطار واحد يعني تفقير الفقير واغناء الغني. حنا بالنسبه لنا جينا باش نمارسوا حقنا في الاحتجاج، حقنا في الاحتجاج على وضع صحي مزري. هذا الشيء وعلاش جينا، وكنستنكروا كذلك، كنستنكروا هذه الاساليب البائده ديال القمع وديال مصادرة الرأي ومصادرة الحق في الاحتجاج. وهذا لكن تأكد على شي حاجة، فتأكد بالملموس على أنه لا جديد. هل نتكلم الآن على انتهاكات الماضية أم نتكلم على انتهاكات الحاضر؟ نحن نعاني من الحظر العملي، نعاني من القمع. ويلاش هذا الشيء كاع اش بغينا نقولوا حنا كاع؟ بغينا نحتجوا نمارسوا حقنا في الاحتجاج اللي مضمون، تتكفلوا لا المواثيق الدوليه ولا الدساتير الممنوحه، الحق في الاحتجاج. اشنو نديروا؟ نديروا الكمامه؟ والاشاره ان هذا المشكل ديال الكمامه لا تعت كورونا ولا هذه، في الذاكره الشعبيه عندنا ان الكمامه تدار للتجويع. فهمتي؟ والصمت علاش كدير الكمامه؟ كدير البهايم وكدير اللي سميتو عليه وسميتو عليه. وفي الوقت اللي مالين العلافه خاشين رؤوسهم في العلافه، خاشين رؤوسهم في العلافه. هذا هو التقسيم العادل للثروه، الحق ديالنا في الكمامه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.